ألا إن من المقرر شرعا وعقلا وواقعا أن حكم شريعة الإسلام ثابت تجاه التحرش، لا يتغير ولا يتبدل بمرور الزمن ولا بتغير المكان، إذ إن نظرتها لهذا السلوك المشين صلبة لا تنثني، فهي تعده اعتداء صارخا على عرض الغير، فرتبت عليه عقوبات خلدتها دواوين الفقه والإجراءات الجزائية، وبينت دور السلطان وأثره في تهيئة ما يحمي به ضرورة العرض المجمع عليها في جميع الملل. وإن المرء لا يسر حين يرى حرص من ولاهم الله أمر المسلمين يقظين أمام مرتكب التحرش بالتصدي لتجاوزاتهم وسن ما من شأنه كبح جماحهم وأطرهم على عدم المساس بأعراض الناس أطرا، فإن من عظمة الشريعة الغراء رعايتها حقوق العباد والارتقاء بها إلى درجة الواجبات المحاطة بالوسائل التي تحفظها، وجعلتها مقدمة على حقوق الله المحضة، لأنها مبنية على التسامح والعفو، بخلاف حقوق العباد المبنية على المشاحة والتنازع التي لا تبرأ فيها الذمة إلا بعفو صاحبها أو أداء الحق إليه. لذا جاء في شرعنا المطهر الأوامر والنواهي لحفظ العرض، فكان منها ما يتعلق بالفرد كقول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكان منها ما يتعلق بالمجموع كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه البخاري ومسلم. وإن من تكامل شريعة الإسلام عدم معارضتها عقلاً صحيحاً، بل إنها تلجأ إلى المحاورة العقلية إذا لزم الأمر، وكان الإقناع من خلالها أمضى من مجرد إملاء النص على المتلقي دون استيعاب حكمه ودلالته، فإن المتحرش لو تأمل ملياً لاستحضر أن لمن تحرش بها أخاً مثله وأباً مثله وزوجاً مثله، ولو تأملت المتحرشة كذلكم لاستحضرت أن لمن تحرشت به أختاً مثلها وأماً مثلها وزوجةً مثلها. فقد جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا، فقال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، رواه أحمد بإسناد صحيح. روى البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه قال: قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. ثم قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها
فلله ما أعفها حين سألته رضي الله عنها ذلك، حفاظًا على عورتها وعرضها من الظهور أمام الناس. إنه العفاف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وحق لمثلها أن يكون من أهل الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذا وجب على كل مسلم ومسلمة عباد الله أن يعظم عرض كل واحد منهما، وأن يحترم الذوق العام ومشاعر الآخرين المبنية على الانضباط في مجامع الناس، التي تشترك فيها الحقوق العامة والخاصة. وحذار حذار أن يورد الممرض على المصح، أو أن يقترب الفراش من النبراس والحرير من الشرر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإن العفة خلق منشود حض عليه رب العباد في محكم تنزيله، فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي ليطلب العفة عن الحرام حتى يغنيه الله. والعفة خلق رفيع ينبغي أن يتحلى به كل من أراد أن يخطم شهواته ورغباته عن أن تخبط خبط العشواء، حتى لا يقع المرء فيما لا تحمد عقباه. فإن العفة خير كلها حتى للزاهد في الشهوات والغرائز، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. ألا فليتأمل كل من تنساق نفسه إلى زوابع التحرش، لو أن ملك الموت أتاه ليقبض روحه أكان يسره أنه قضى حاجته من التحرش؟ ولو أدخل قبره فأجلس للمساءلة أكان يسره أنه قضى تلك الحاجة؟ ولو أن الناس أعطوا كتبهم فلا يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله أكان يسره أنه قضى حاجته تلك؟ ولو أراد المرور على الصراط فلا يدري أينجو أم لا أكان يسره أنه قضى تلك الحاجة؟ ولو جيء بالموازين وجيء به لا يدري يخف ميزانه أم يثقل أيسره أنه قضى تلكم الحاجة؟ ولو وقف بين يدي الله تعالى للمساءلة أكان يسره أنه قضى حاجته تلك؟ ألا فليتق الله كل مسلم ومسلمة، وليستحضروا في نفوسهم حدود الله لئلا يعتدوها. ومما لا شك فيه عباد الله أن التحرش رقية الزنا، وهو صيال غريزي وتخمة شهوانية، في المتحرش ناتجة عن خطأ الجنسين كليهما، حين يكون أحدهما في الأماكن العامة لا يبالي بحقوق الآخرين، وربما كان بهيئة خارجة عن حدود الاعتدال الأخلاقي، تأخذ بلب الطرف الآخر فتجره إليه بخطام الفتنة بعد أن كان يسير وشأنه لا يلوي على شيء من ذلكم. وتلكم الهيئة تعد دون ريب نوع تحرش، وإن لم ينطق به لسان المتحرش أو لسان المتحرشة. ثم إن التحرش على ما ذكر ليس بمعفن المتحرش به عن المسؤولية، إن كان قد بدر منه ما يستجلب تحرش الآخرين به، كما أنه في الوقت نفسه ليس مبررًا للمتحرش غلطته التي قام بها، فإن لكل من الاثنين ما اكتسب من الغلط، والتبعة الكبرى في ذلكم تكون على المتسبب منهما. ومثل ذلكم التحرش يجب التصدي له ودفعه قبل أن يقع، من خلال إلكاء حرمة العرض وأثر العفاف على دين المسلم ودنياه وسلامة مجتمعه، لئلا يبغي أحد على أحد، وكذلكم رفعه بعد حدوثه بإنزال العقوبة الرادعة على مرتكبه. وإنه لا يستخف بإيماءات التحرش
أو يستهونها من استحضر حرمة عرضه وعرض غيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. متفق عليه. والتحرش عباد الله لا يلزم أن يكون داعية غرض غريزي أو رغبة في الشهوات، فقد يحل بلاء وافتتانا يصاب به من استوحش قلبه وتبلدت أحاسيسه. ففي الصحيحين أن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعزله، وكان ممن شكوه افتراء رجل يكنى أبا سعدة، فقال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فلما كبر في السن وسقط حاجباه على عينيه من الكبر صار يتعرض للجواري، صار يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.